بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي من جي اف اكس اكاديمي دوت نت، وبرحب بكم في أول المرحلة الثانية في أول محاضرة، وهي إزاي أعمل أنيميشن للطيارة وإزاي بقى أعمل الشطات والتحريك بتاعها كويس. في البداية حابب أتكلم على شوية انترودكشن كده بسيطة جدا عن أدوات التحريك والأدوات اللي أنا هستخدمها وأنا بحرك الطيارة وأنا بحرك الكاميرات. زي ما احنا شايفين، احنا هنا عندي الحتة دي طبعا دي ورشة العمل بتاعة السينما دي. انا هقفل الطيارة دي كده وهدني ماسك النال اوبجكت ده اللي انا همسكه، يبقى شغلي مع النال اوبجكت. النال اوبجكت ده بالنسبة لي ده هيبقى حاجة مهمة قوي علشان اقدر احرك الطيارة بطريقة كويسة. عندنا الجزء اللي تحت ده الباور سلايدر بتاع السينما. لو انا ضغطت كده مسكت بايدي بكليك شمال، هبص الاقي نفسي ماسك التايم لاين وبتحرك بيه، وبناء عليه الحركه يمين او شمال بيظهر لي هنا. طبعا دي بالفريمات، ممكن اغيرها وهنشوف ازاي دلوقتي. هنا هلاقي تحت، هبص الاقي هنا في سلايدر كده. انا عندي المينيمم والماكسيمم بتاع التايم اللي هو ظاهر لي، يعني هنا 90 فريم وهنا اوف يعني زيرو. لو انا حابب اكبر الحركه دي وهخليها مثلا 200 واضغط انتر، هبص تلاقي هنا السلايدر ده مين صغر شويه علشان اقدر احرك بيه كده. ولو انا عايز ابين ال 200 فريم كلهم بمسك من هنا وابدا اشد كده، هبص الاقي لي مين ال 200 فريم ظهروا لي. طبعا بصفه عكسيه، لو انا مسكت هنا من هنا وجيت كده يبقى مش ظاهر لي الا من 110، وهنا كمان بيكتبه لك او 108 لغاية ال 200، واقدر بقى ارجع زي ما انا عايز. وانا هرجع زي الاول وليكن 100 فريم، تمام، واخلي دي كده شوية بحيث يظهر لي الفريمات شوية، تمام. يبقى انا بسحب ده يمين وشمال، وده المينيمم وده الماكسيمم. طيب هاجي عند قائمه اديت واجي عند بروجكت سيتنجز، بيفتح لي البروجكت سيتنجز بتاعتي او الاعداد بتاعت البروجكت بتاعتي. بيقول لك انت عايز تشتغل على ايه، الفريم بير سكند، كام فريم بير سكند. انا هشتغل على 24 بصفتنا احنا العرب 24، الا اذا لو كانت هتعرضها على قناة مثلا تشغل على هاي ديفينيشن يبقى هي 30. هنشتغل على 24، وده عندك المينيمم والماكسيمم، هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه، تمام. لو انت عايز تاخد الماكسيمم هنا 150، بيبتدي يعدل لك هنا ولك الماكسيمم بتاعك هنا اهو. لو 120 عديه لك هنا برضو وتبدأ تحرك عادي خالص. يبقى بكذا طريقة، من هنا من تحت او من المنطقة دي. طيب جميل اوي. هاجي بقى عند البلاي، اضغط بلاي، هتبص تلاقي البار سلايدر هنا في السينما شغال. هنا بلاي طبعا مفيش كي فريمات ولا اي حاجة عشان تشوف اي حاجة. فاحنا هنا انت شايف، زي ما انت شايف هنا ستوب، هنا بلاي، هنا لو عايز تقدم فريم فريم، تأخر فريم فريم، او لو عايز تروح الاخر او الاول هنا في الاخر خالص، هنا الاول في يعني صفة طرد عكسية، يعني هنا في الاول هنا في الاخر. جميل. طيب ده عشان تحط كي، ده عشان تحط كي لما تيجي تتحرك. طيب يعني ايه كي فريم؟ الكي فريم هو المسؤول عن تحريك الاشياء. يعني ارجع شويه لورا واقول مصطلح الانيميشن هو انك بتحرك اي حاجه من حته لحته تانية. عشان الحتتين دول، يعني الحته الاولى الاوبجكت بتاعك او العنصر بتاعك يتحرك الحته التانية بتاعتك، لازم يكون هنا في الحته الاولى كي فريم اول، وفي الحته التانية يكون في كي فريم.
الاوبجكت بتاعك او العنصر بتاعك بيتحرك من الكي فريم ده للكي فريم ده. دي ببساطه، تمام؟ يبقى انا عن طريق ده بعمل كي فريم، عن طريق الايقونه دي اللي في النص دي بين الاثنين دول، لو جيت ضغطت عليها هتبص تلاقي فيه هنا فريم احمر حوالين الفيو بورت بتاعتك. ده معناه ان انت اي حركه هتقوم بيها هتتسجل كي فريم على طول، تمام؟ يعني مش هتحتاج تدوس على ده خالص عشان تعمل كي فريم، مجرد ما هتحرك. يعني مثلا جيت هنا حركت اتعمل لي كي فريم اوتوماتيك، جيت هنا حركت اتعمل لي في كي فريم اوتوماتيك. طب لو جيت هنا كده بلاي هتقف بالشكل ده. طيب حلو قوي، همسح بقى الاثنين واختار الكي فريم اللي عندي واضغط ديليت، او بختار كده الكي فريمات كلها تحت في هنا الارقام اللي فوق. لو جيت ضغطت عليها هتبص تلاقي هنا الايقونه دي بتجري معاك كده، انما لو تحت هنا هتبص تلاقي بالشكل ده. انا كنت عشان مختار شويه شويه فريمات فهو بينقل لي الفريمات. لو انت يعني حددتها، تعال هنا كده واضغط ديليت على كي فريم نفسه. هنيجي بقى عند سيبك من، يعني انا مش عايز اتطرق قوي، يعني سيبك من ده كله مش مشكلة هيجي في وقتها. في حاجة مهمة قوي بقى، في حاجة مهمة قوي. لو انت جيت اخترت الاوبجكت بتاعك وجيت قلت كليك يمين عليه النال كده، او خلينا مثلا نختار البلين نفسها، تختار هنا المود اللي هو الاوبجكت مود او الموديل مود، هتيجي هنا عند الشو اف كيرفز وشو تراكس. اللي يهمني قوي هو الاف كيرفز، الاف كيرفز دي مهمه جدا عشان اقدر اعمل ريفاين للحركه. هنا اي كي فريم بينزل بيتسجل هنا عن طريق كيرفات. الكيرفات دي هي المسؤوله عن تنعيم او شكل الحركه كتوتال. يعني طبعا هنا في الاكس الواي والزد بالنسبه للبوزيشن لو حركت من حته لحته، او السكيل لو انا حركت من صغرته او كبرته، او الروتيشن لو انا حركت او دورت الاوبجكت من حته لحته زي ما انا كنت عملت من شويه. يعني لو انا جيت مثلا هنا عملت كي فريم مع اني حاطط دي، شوف حاطط دي لازم بدايه الحركه اعمل كي فريم كده، وبعدين جيت هنا مثلا لو انت شايف معايا هتبص تلاقي من هنا تبدا تتحرك، تمسك الرقم ده او تمسك الحته اللي هي زي الشرطه اللي تحت الرقم ده، هيظهر لك شرطايه كده على الماوس. اول ما يظهر لك الشرطايه دي يعني ممكن تمسكها، تمسك كده وتروح على الفريم مثلا 115 اوكي، وتعمل له مثلا روتيشن بالشكل ده كويس. يبقى انا عملت روتيشن فين؟ على الزد، على الزد كويس. يبقى انا لو جيت عملت بلاي هي بالطريقه دي. طيب حلو قوي، معنى كده ان انا لو انت شايف هنا انا عندي اكس واي وزد، الاكس الاحمر والواي الاخضر والزد الازرق، انا عندي ثلاثه باينين، بس انا حطيت على الزد كي فريم، فالزد هو اللي عامل كيرف. اي حاجه عامل كيرف كده يبقى فيه هنا كي فريم، كي فريمات. مش معنى كده ان التانيين ما فيهمش كي فريمات، لا في كي فريمات تمام، بس طالما ستريت او خط مستقيم كده يبقى ديد. ديد يعني ما يعني كانها مش موجوده خلاص. انا لو جيت هنا ضغطت على اي واحد من دول على الاكس او الواي وجيت عملت ديليت مش هيأثر لي في حاجه، مش هيأثر لي في أي حاجة. يبقى أنا عندي أهو شايف، لو أنا عملت الزوم بالماوس سكرول كده هتبص تلاقي الكيرف ده. طب أنا عايز أظهر الكيرف ده بس وما أظهرش التانيين، هرجع كنترول زد عشان أظهر الإكس والواي،
واجي عند الروتيشن اوكي، واجي اقول له مثلا هنا على الاف كيرفز بدل شو اول تراكس يبقى شو سيلكتد تراكس بس. يعني انا هشيل ده كده خالص، هنا بدأت اغير بقى، امسك لو انا ضغطت على الروتيشن هيظهر لي كل الروتيشن كله الاكس والواي والزد، لكن انا هضغط بس على الزد بالطريقه دي عشان يظهر لي الزد. تمام، يبقى ده الفرق بين دي ودي. يبقى الاف كيرفز شو اول تراكس كده كده لو اخترت اي واحد من دول هو ظاهر لي كله، بس انا دايما بفضل اللي دي ما تبقاش موجوده علشان اقدر اتحكم بسلاسه يعني. طيب حلو قوي. طبعا ممكن امسك ده وابدا، خد بالك ده كله هنحتاجه، وابدا اعمل الهاندلر دي امسكها كده الدراع ده وابدا اصغره واكبره بناء عن الامكانيات اللي هم مديها لي. دي مسؤول عن الحركه ودي هتشوفها دلوقتي. لو انا جيت دي هضيقها شويه كده، جيت قلت بص ايه اللي حاصل، هو مشي لي كده ونزل تاني، يعني نزل تاني. لو انا جيت عملت كده وخليت دي الهاندلر دي خط مستقيم خلاص، وجيت عملت بلاي تاني، لا انا اخلي بقى ده 64، نطبق بقى اللي احنا خدناه ونعمل بلاي. شايف اللي حاصل؟ ما رجعتش تاني. يعني انت ممكن بدل ما تعمل كيهات حركه كتير ممكن تشتغل على الاف كيرفز ده او الكيرفات دي، هتديك نتيجه هايله ومسؤول عن التنعيم وحاجات جميله قوي. طب احنا عايزين نعمل حاجه كمان. لو انا جيت هنا هجيب الفريم الاخير ده في نص المسافه على ال 32، وجيت هنا وخدت ده، شايف؟ بص هضغط كده واعمل كليك يمين كوبي. طبعا عندك الكات والكوبي والبيست والديليت والحاجات دي كلها. انا عايز الكوبي واجي على اخر فرام واقول له كليك يمين بيست. يبقى انا بقول له خد الاحداثيات دي هي فين بالظبط، في البدايه والنهايه وبعدين في النص هي الحركه. كويس، بص هنا منظر، المنظر هنا بعمل ازاي بقى، غريب شوية للناس اللي أول مرة تسمع عن الكيرفات. تعال نضغط بلاي ونشوف اللي حصل. لو أنت ملاحظ معايا، خد بالك أنت عشان تتحرك لازم تبقى دقيق الملاحظة أوي علشان ألاحظ الحركة. خد بالك هو هنا مش ستريت أو أقرب إلى ستريت شويه، انا هقرب قوي، هي ماشيه ستريت وطالعه الطياره طالعه خفيفه جدا، هي مش ستريت بس طالعه خفيفه جدا، فمستجيب معايا. لو هي كانت ستريت خالص، ستريت هنا دي في الزيرو ودي في الزيرو، هتبص تلاقي مفيش حركه خالص. تمام، انما طالما في حركه كده يبقى فيه، لو انت ملاحظ ومدقق هتبص تلاقي هنا الخط طالع بسيط قوي ففي حركه. تمام، وبعدين جاي هنا وطلع مره واحده، بص دي طلع فجاه، وبعدين بدا يهدى خالص، هتبص تلاقي حركه بطأت قوي. نفس الحكايه راح راجع بنفس الطريقه. طب الطريقه دي مش عجباني، الطريقه دي انا عايز الطياره تتظبط بطريقه تانية خالص. لو انا جيت عملت دي كده ده هيطلع بنفس المعدل، ولا بطيء ولا سريع، ولا هيبطأ في حتة ولا هيسرع في حتة ولا أي حاجة، هيطلع عادي وينزل عادي. طب تعالى كده نشوف، دي دايما الحركة دي بناخدها في الحاجات الهيدروليك أو الحاجات الإلكترونيات أو الآلات، دي الحركة بالنوع ده. تمام، أما الحركة الهادية أو السموز بتختار في الشخصيات أو في الحاجات اللي هي ممكن تكون فيها يعني نعومة في الحركة شوية. لو لما ضغطت على هنا شايف هنا الحركة
تعال نشوف ايه اللي هيحصل. في نعومة في البداية والنهاية، هنا النعومة طالع، طالع بنعومة. القمة بتاعتي مش قمة مثلث، لا ده هي مقعرة فوق أو محدبة فوق، وبعدين نازل بالشكل ده عشان دي قد دي بالظبط، ما تحسش انت بفرق. دي مهمة الاف كيرفز في تنعيم الحركة أو طريقة صياغة الحركة قدامك على الفيو بورد. دي اهم حاجة، انا مش هشرح اكتر من كده في الاف كيرفز. هاجي هنا بقى وابدأ اشتغل شوية على الاوتو كي. هنيجي مثلا عند الفرام ده ونخلي الطيارة على المحور، نرجع كنترول زد على المحور مثلا واي. هتبص تلاقي طالما طفيت ده ما سجلتش كي فريم، شايف؟ بعد لما انا عملت الحركه دي لازم ادي كي فريم. ليه؟ لان انا قفلت دي. تاني تاني نوضحها برضو شويه. دلوقتي انا جيت هنا وعايز انزل كي فريم، طريقتين، يا اما تاخدها كده تحرك دي كده مثلا وبعدين تنزل كي فريم تضغط ضغطه، فيبقى معاك بالشكل ده. اوكي، يا اما حاجة تانية خالص، يا اما تروح جاي ضغط على دي هتظهر لك طبعا الفريم الاحمر، ساعتها ممكن انت بقى تحرك تروح في اي كي فريم وتحرك، او في اي في ناحية في او اي فريم في الباور سلايدر وتحرك. هتبص تلاقي نازل لك كي فريم على طول. هنا برضو نفس الحكاية، نزل لي كي فريم. شايف انت ال من هنا من الفريم 16 بيبدا يروح جاي عامل لك حركه سريعه ناتشه كده. دي بقى تظبطها بالاف كيرفز. يعني لو انا جيت كليك يمين وجيت اف كيرفز، شايف دي عاملة ازاي؟ طالعة سموز ونازلة مرة واحدة، هي دي هي دي. اوكي، لو انا جيت بقى نشيل الشو اول، يبقى دي على المحور زد بالشكل ده. نيجي هنا ونختار ده او الزاوية دي كده ونروح جاي نعملها كده. هتبص تلاقي انتهت حتة النتشة السريعة دي، انتهت بقت سموز. اظن كده وضحت قوي بالمثال ده. اوكي، تحت برضو نفس الحكاية، لو انت شايف هنا مش زي دي، المفروض النهاية تبقى زي البداية، المفروض البداية دي زي النهاية بالظبط. فتروح جاي واخد دي كده واخد ده كده، خليهم زي بعض كده، بقت الحركة احسن كتير. ودي برضو مش زي دي، خلينا دي كده، تروح جاي واخدها ممكن بالشكل ده، بس خلينا في دي احسن، مفيش مشكلة. خلاص دي ممكن تتعدل بالهاندلر كده شوية، ودي نفس الحكاية كده، تبقى الحركة سموز قوي. سيبك القطعة اللي في الأول دي ممكن تتظبط، بس أنا مش بصدد إن أنا أشرح كل حاجة دلوقتي، أنا بس بقول لك فايدة ده إيه، بحاول أوصل لأقصى استفادة ليك في المحاضرة دي بالنسبة لأدوات التحريك عشان بعد كده تتحرك. خد بالك إن اللي أنا بقوله ده لو أنت أنيميتور كاركتر، هو ده اللي هينفعك الإف كيرفز ده، لأن كل الانيميتورز في العالم او اي طريقه تحريك في الانيميشن بالنسبه للكاركتر او عموما في الانيميشن عموما، لازم تخش على الاف كيرفز لنعومه الحركات تبدا تعرف وتظبط ازاي حركتك ازاي عن طريق
الحاجات دي كلها. طبعا في ادوات، ادوات كتير انا مش هشرحها، بس انا خدت الحاجة اللي هتفيدني انا في الورشة بتاعتنا خلف خطوط العدو او behind enemy lines. في حاجة كمان ممكن نستفيد منها، تيجي هنا مثلا عند الايديت البريفرنس في التايم لاين، في عندي حاجة هنا اسمها تراك ستارت اند اند. اوكي، ممكن دي تكون مش متعلم عليها، علم عليها برضو. في ايه كمان؟ الحاجة المهمة برضو جدا ان انت قبل ما تشتغل في اي بروجكت انت تشتغل على اليونتس، لازم تعرف اليونتس بتاعتك. لو انت بتعمل انتيريور مثلا، اوضة، فيلا، اي حاجة معماري، بتبقى تشتغل بالسنتي. انما انت لو شغال في مدينة بتشتغل بالمتر. لما لو شغال في الهوا زي ما انا شايف كده، المفروض ما تبقاش بالسنتي، يعني ما تتحسبش بالسنتي خالص، عشان الاضاءات بس بتاعتك والانفايرومنت بتاعتك تبقى مظبوطه. فانا المفروض هنا بشتغل بالميل، هنا بشتغل بالميل. اوكي، مجرد ما بغير بتبص تلاقي هنا عندك ام اي بدل سي ام اللي هو سنتي يبقى ام اي. تعال نغير كده تاني، او بالياردة، يارد هنا كيلومتر، او بالمتر. خلاص انا هختار الميلز. اوكي، ايه تاني؟ بس هو ده اللي انا يمكن حبيت اقول عنه، ده اهم حاجة. ممكن كمان الفريمات نفسها على التايم لاين بتبقى بالفريمز او بالسكندز او بالسكندز بير فريم او فريم بير سكند. طب بص هنا، لو انا جيت هو كده بالفريم اف، تمام، اف اهو. لو انا جيت بالسكندز هتبص تلاقي انت المشروع بتاعك او الحته اللي انت مختارها دي اللي هم 64 فريم دول كام ثانيه؟ اقول لك ثانيتين وستة من عشرة مثلا. خلاص، لو انت عايز تضغط على الاثنين او تظهر الاثنين هتبقى بالشكل ده. دي بقى بالساعة، يعني شايف انت كده. دي عندك بقت ساعة دلوقتي، فده دي انا مش هختارها خالص، انا هختار الفريمز اريح شوية عشان ابقى بس فاهم. ومعروف، معروف ان انت لو شغال على 24 فريم بير سكند بيبقى ال 24 فريم عاملين ثانية واحدة، زي ما احنا كنا عاملين قبل كده في البروجكت سيتنجز من اديت. هي دي. اوكي، في حاجة كمان ممكن لو انت بقى عايز تخش في الانيميشن شوية، اعتقد ان هي في الويندو هنا في التايم لاين، ممكن تاخد التايم لاين ده كله وتحطه تحت، بتحطه في الحتة اللي انت عايزها، بحيث يبقى عندك. بص انا كده هضغط ضغطة هنا كده خلاص، واقول كلوز مثلا، او باخدها واخليها هنا مثلا بالشكل ده. اوكي، بحيث ان الفريمات ده وانت بقى شغال انيميشن بتبقى لازم الحاجات دي كلها ظاهرة عندك بالطريقة دي، بتبقى حلوة بحيث ان انت تقدر تدير البروجكت بتاعك على طول اهي بالشكل ده. او لو انت عندك بقى استعداد انت تفصل دي عن دي، خلاص احنا هنفصلها. اوكي، باي شكل كان، وليكن انت بقى تبدا تظبط اللي انت عايزه. حبيت في المحاضره دي احصر والم كل ادوات الانيميشن اللي احنا هنستخدمها. طبعا الفيو بورت لو انت مبتدئ بقى خالص في ال، انا بس هشيل ده خالص. لو انت مبتدئ في السينما برضو تبقى بالالت والاف يمين، واسف والكليك يمين، تبدأ تعمل كده، تمام. لازم ابقى شغال كويس في الفيو بورت عشان
الانيميشن بالذات عايز تكون شغال كويس في الفي بورد. تمام، لو انت عايز تعمل الت والبوز بتاع الماوس هيبدأ يحرر لك الاوبجكت نفسه بالطريقة دي. لو عملت الت وكليك يمين هتبص تلاقي مين ده الزوم، هتلاقي الزوم بالشكل ده. طبعا انت ماسك النال اوبجكت فانت ممكن بقى تحرك الطيارة زي ما انت عايز كده مثلا. تمام، تروح جاي مثلا دي كده وتجهز بقى البروجكت بتاعك براحتك عادي زي ما انت عايز على الطريقة بتاعتك، عشان نبدأ نشتغل بقى على طول من المحاضرة الجاية نعمل الانيميشن بتاع الطيارة ونبتدي نظبطها ونعملها. اتمنى اني اكون وضحت شوية حاجات كده بسيطة ولكنها هي فعلا مهمة جدا بالنسبة للانيميشن. كان معاكم استاذ وليد المعداوي من GFXacademy.net، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.